الحقيقة أبونا يعني بركة وجودنا إن إحنا موجودين مع أخواتنا، وإنه هذه القناة وهذه الخدمة اللي أنا يعني بشكر الرب عليه، إنه إذا كانت القلوب والنفوس اللي بتتصل الرب بيعد ليها هذه الخدمة الكبيرة، من سواء من أفراد، سواء من إمكانيات، سواء من مبنى، كل هذه الأمور إحنا شايفينها مكلفة، لكن إذا كانت هذه الأمور مكلفة فهذا لا يعني إلا شيء واحد بس أحبائي المشاهدين، وأنا برضو بحب أشارككم بيه، إن أنتوا غاليين على قلب الرب، وعشان أنتوا غاليين على قلب الرب، وعشان الغلاوة دي هي دي إنه مكان يكون مفتوح بالمنظر ده، ويكون ده في عينين الرب ده بسيط قوي، إذا كان هو اتكلف علشان خلاصي وعشان حياتي وعشان فدائي ابنه ودم ابنه. فأنت مشاركتك إنك تقول له يا رب أشكرك عشان عطاياك الثمينة وعشان عطية العطايا يسوع المسيح، أنا هشكر الرب إنه هذا المكان وهذه الخدمة اللي بتنادي بهذه البشارة العجيبة إنها تفضل موجودة ومفتوحة، أنا هقول له يا رب برد شيء بسيط جدا، ولا يمكن هنقدر نعبر ولا هنرد. أنا أحبائي المشاهدين يعني هناك اختبارات كتيرة يمكن هتسمعوها من إخواتي في البرامج اللي جاية،